ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، مرحبا بكم. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصحيح ديال النموذج الثاني لامتحان موحد محلي. إذا غادي نبداو بالمكون الأول، ريستيتيسيون دي كونيسونس. إكزارسيس 1. لو طابلو سي دوسو ريبريزونت ان جروب دو موليكول اليمونتيغ. إذا قال لك هاد الجدول هذا كيمثل يعني واحد المجموعة ديال جزيئات غذائية. Donc les molécules alimentaires les na, qu'en a un l'amidon, deux acides aminés, trois lipides, ou en a un a acide gras, b glucose, c protéine. Et dans la question a, souligner les molécules alimentaires complexes. Galix trela, juzé et ridaïa les muqada. Et dans l'amidon, en a ya les wanacha l'acide aminé Ahmed aminia. وعندنا لي ليبيد لي هما الدهنيات، لي زاسيد غرا، احماض الدهنيه، الجليكوز و بروتيدات. اذا بطبيعه الحال لي موليكول اليمونتير كومبلكس كما كنعرفوا هما لاميدون. دونك لاميدون اللي هو النشا هو سكر معقد، اذا سي تي موليكول كومبلكس. اذا كاين لاميدون وعندنا لي زاسيد اميني، هادو النتيجه ديال الهضم ديال لي بروتيد، دونك ماشي معقده. لي ليبيد الدهنيات كذلك، لي زاسيد غرا هادو النتيجه ديال الهضم ديال لي ليبيد، دونك ماشي معقده. لي غليكوز، لي غليكوز تا هو دونك كينتج على الهضم ديال النشا، هو مبسط، غليكوز سكر مبسط. ولي بروتيد اللي هما البروتيدات كذلك هي جزيئات معقده. اذا هادو هما الثلاثه اللي عندنا: لاميدون، ليبيد، بروتيد. بي دوني لو ريزولتا دو لا ديجيستيون دو سي موليكول، قال لك عطينا النتيجه ديال الهضم ديال هاد الجزيئات. إذا بالنسبة للاميدون اللي هو النشا، بطبيعة الحال نتيجة الهضم ديال لاميدون شفنا في الدرس هو الجليكوز، فوالا. وبالنسبة لليبيد هما لي زاسيد غرا، أحماض الدهنية. إي بوغ لي بروتيد سي لي زاسيد أميني، دونك هما الأحماض الأمينية. دونك هادو هما النتيجة ديال الهضم ديالهم، لو ريزولتا دو لا جيستيون دو سيموليكول. Donc, à dire n'attirent le hadam dial home, le résultat de la digestion de ces molécules, donc amidon, glucose, lipides, acides gras, protéines, acides aminés. Exercice 2. La figure ci-dessous représente un schéma de rein en coupe longitudinale. Légendez la figure. Donc, elle est cadre loi tiradi quatre mètres. Il en reste un traité dial qu'il y a. Donc, attawanani, ftol maqta toli. إذن وطلبوا منا باش لي جون دو لا فيغور، يعني نعطيو لها الاسماء ديالها ديال هاد الارقام هادو. اذا كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا لو سونس دو كولمون دو سون، يعني اتجاه ديال الجرايين ديال الدم. دونك عندنا لا فليش هنايا الدم خارج، اذا هاد العرق هذا كيخرج الدم من الكليه، دونك في اتجاه بطبيعه الحال القلب. وهنايا هذا كيجيب الدم بطبيعه الحال، هنا الدم الداخل، دونك هذا الدم اللي كاين على مستوى هذا العرق الدموي، فيه الدم الداخل الى الكليه. اذا هذا اللي كيخرج الدم كنسميوه دونك بطبيعه الحال باللغه العربيه اللي هو الوريد، دونك وريد كلوي، دونك بالفرنسيه بطبيعه الحال هو لا فين رينال. دو دونك هذا لاختير الشريان، لاختير رينال. 3 دونك 3 هو هاد لا ستركتور اللي عندنا هنايا اللي كيتشكل فيها البول. دونك هادو هما لي هو لو تيوب يورينير، الانبوب البولي. او بور 4 هادا لورتير اللي هو الحليب، فوالا. اكزرسيس 3 لي فيغور 1 اي 2 سي دي سو ريبريزون دو فاز كونسيكوتيف دو سيكل كاردياك. اذا عطانا قالك هاد الشكل واحد وجوج، دونك تيمثلو لينا مرحلتين متتاليتين بالنسبة يعني للدورة القلبية، فوالا. دونك عندنا فيغور أن هنايا و عندنا فيغور دو، فوالا. نشوفو لي كيستيون. أن نومي لي نوميغو دو لا فيغور أن، قالك عطي الأسماء ديال هاد الأرقام هادو اللي كاينين في فيغور أن. إذا رقم واحد كما كتشوفو معايا هادي هي الأدينة، دونك جات في طبيعة الحال في الجهة اليسرى. دونك باش عرفنا أن عطاونا لي فين بيلمونيغ الأوردة الرئوية، دونك الأوردة الرئوية كيجيبو
دونك كاينين على مستوى الجهه اليسرى كيدخلوا الدم للأذينة اليسرى ديالنا هذه اوغيت غوش او دو هذا فونتريكول دووا البطين الايمن او 3 هذا الابهر لاوغت دان رقم 1 اوغيت غوش دو فونتريكول دووا 3 اوغت دو رامبلير لو طابلو سي دو دونك طلب منا باش نتمموا هذا الجدول هذا دان عندنا فيغور 1 فيغور 2 valvule au recul ventriculaire fermée ou ouverte. Donc il te demande que باش تحدد كيف دايرين الوضعيه ديال هاد لي فالفول او ريكول فونتريكولير هاد الصمامات ودي بطينيه واش هي مفتوحه ولا مغلقه. نفس الشيء هنايا لي فالفول سيغمويد واش فيرمي ولا اوفيرت ولا فاز دي سيكل كاردي اش من فاز. اذا غنبداو بالفيغور 1 دونك فيغور 1 هنايا كما كتشوفوا بالنسبه لي فالفول او ريكول فونتريكولير سون اوفيرت ou les valves sigmoïdes fermées. Donc, là, on a la position, donc le hajm, l'asle de l'audina qui est avant la marhala. Donc, on a l'impression qu'il y a un triphase dans le hajm de l'audina, et qu'il y a un qibad qui est à la niveau de l'audina. Donc, on a un qibad de l'audina, la coronée, la systole auriculaire. بالنسبه لا فيغور دو هنايا لي فالفول اوريكولو فونتريكولير فيرمي و لي فالفول سيغمويد اوفيرت وعندنا طبيعه الحال هنايا يعني واحد التقلص على مستوى البطين كنشوفوا كيف كان في الاول وكيف داير دابا يعني كاين واحد الانقباض تقلص اذا هذا انقباض بطيني دونك سيستول فونتريكولير. Et dans la figure 1, valvule auricule ventriculaire ouverte, sigmoïde fermé, la phase c'est la systole auriculaire. Pour 2, NIA, donc NA, il est fermé, les valvules sigmoïdes ouvertes ou la phase IA, systole ventriculaire. Donc on chauffe le mokouïd tani. Raisonnement scientifique et communication et critique graphique. Exercice 1. Kamal est un adolescent âgé de 14 ans pratiquant des activités quotidiennes normales. Il a pris des quantités quotidiennes d'aliments simples. Donc, Gali Kamal est un mourahik, l'âge de 14 ans, qui est un anchita yawmiya adiya. Donc, il a un kimia adiya mal ardiya albasita. Le graphique ci-dessous représente l'apport nutritionnel quotidien, يعني هاد الميبيان اللي عندنا هنايا كيمثل لينا الامداد الغذائي اليومي اي لي بيزوان كوتيديان بور كمال يعني والحاجيات اليوميه ديالو طبيعه الحال من الاغذيه البسيطه. اذا هنايا عندنا لا كونتيتي داليمون سامبل اون غرام دونك من الصفر حتى ل 700 وهنايا عندنا هاد لي غراف هادو ديال لي غلوسيد هاد الاعمده لي هيستوغرام ديال الغلوسيد هنايا غلوسيد اون غرام ليبيد اون غرام او لي بروتيد اون غرام. اذا هنايا باللون الاسود هذا لابور نوتريسيونيل يعني داكشي اللي تناول شحال هو الامداد الغذائي ديالو يعني شحال الخدا ديال السكريات دونك 600 غرام وشحال كيحتاج في اليوم دونك خدا هو 600 غرام في اليوم كيحتاج 400 غرام في اليوم. ها هو هنايا لي بيزوان كوتيديان الحاجيات اليوميه ديالهم من السكريات. نفس الشيء هنا بالنسبه لي ليبيد دونك كنشوفوا بان لابور نوتريسيونيل كان فيه 130 غرام وهو كيحتاج 110 غرام ولي بروتيد 92 غرام دونك في لابور نوتريسيونيل ولي بيزوان يعني 90 غرام. كيسيون 1 كومباري لابور نوتريسيونيل كوتيديان en lipides et en glucides de Kamal avec ses besoins quotidiens en ces aliments. Galik bach n'aini n'karno l'apport nutritionnel quotidien les lipides, les dehniyat ou les glucides de Kamal avec les besoins quotidiens avec les hajiyats, يعني les yawmiyats de ces l'aghdiyats. Et donc, nous allons revenir ici pour les lipides ou donc, nous allons demander les lipides et les glucides on va jouer les glucides ou les lipides aïa. Donc l'apport nutritionnel مكنو دونك هو الامداد ديال هذاك الشيء اللي تناول دونك كان 600 غرام بالنسبه للغليسيد قلنا ولكن واش شحال كيحتاج فقط لي بيزوان كوتيديان غنقارنو مع 400.
9 chez Bensibal lipides, on a 130 Bensibal l'apport nutritionnel ou 110 Bensibal les besoins codés. Et dans Daiman Kallah Dobe, on a l'apport nutritionnel, Fawak Barman les besoins quotidiens d'Inde Kamel. Bensibal Had l'Ardiadon, les homas, les glucides, sucariates, les lipides, les homas, deux niettes. Et dans Radin Golo Léon, on a l'apport nutritionnel quotidien en lipides et en glucides de Kamel est supérieur, et Nikbar. Supérieur à ses besoins quotidiens ou ses aliments, et n'est que par men les hajiyat les homéodiens ou men had l'ardiyahadi les homas les lipides ou les glucides. Ce altani calculer la valeur énergétique de cet apport nutritionnel quotidien. Gallik hseb l'qima les hiya taqiya d'yel had l'imdad hada l'rida il yomi. Et dans ta bête l'hal donc wad chilit nawel fliom donc mkno bashi hsel à la 600 grammes. من لي غليسيد و 130 غرام من لي ليبيد و 92 غرام بالنسبه لي بروتيد. اذا غنحسبوا لابور حنا عرفنا دابا شحال داكشي اللي خدا كله في اليوم شحال كميه ديال السكريات شحال ديال لي ليبيد وشحال لي بروتيد. دونك 600 غرام بالسكريات و 130 غرام بالنسبه لي ليبيد و 92 غرام بالنسبه لي بروتيد. كنعرفوا كل غرام شحال كيحرض الطاقه. دونك بالنسبه للسكري لي غليسيد وبالنسبه لي بروتيد 17 كيلو جول وبالنسبه لي ليبيد 38 كيلو جول. اذا سهل باش نحسبوا اش كتساوي. دونك 600 غرام في 17 كيلو جول زائد 92 غرام في 17 كيلو جول زائد 130 غرام في 38 كيلو جول ونقسموا على 1 غرام دونك كتعطينا 16704 كيلو جول. دونك هذه هي لا فالور انرجيتيك دو سيت ابور nutritionnel quotidien. Donc sachant que les besoins énergétiques quotidiens recommandés pour Kamel est de 2710 kilojoules. Donc que peut-on déduire? Galle qu'il a علمتي بان الحاجيات الطاقيه اليوميه اللي هي منصوح بها الكمال هي 12510 كيلوجول. قال لك كو بوتون دو واش ممكن لك تستنتج. اذا يعني واش حال كيخصو شحال كينصحوا ليه يكون عنده في يحصل ديال البزوان انرجيتيك ديالو يعني الحاجه الطاقيه ديال المنصوح بها هي 12510 كيلو جول فقط. هو شحال كي هذيك الاغذيه اللي تناولها شحال مداتو بالطاقه؟ عطاتو 16704 كيلو جول. اذا اشنو كنلاحظوا اشنو كنستنتجوا بان لابور اللي هو انرجيتيك عند كمال دونك كبر من لي بزوان انرجيتيك كوتيديان ريكوموندي. إذن كيخصو يعني أنه بطبيعة الحال هذا ما غاديش نهضرو عليه هنا. اش كنستنتجو بأن لي بوزوان لابور إنرجيتيك كوتيديان إي سوبيغيور أو بوزوان إنرجيتيك كوتيديان ريكوموندي بور كامل. هادشي اللي كان ولكن يعني فقط بغينا نضيفو بأن خصو يعني كينقص من الكمية ديال الأغذية اللي كيتناولها خصوصا يعني السكريات باش يتفادى الإصابة بعض الأمراض. إذا هنا غادي نقول لهم بأن لابور إنرجيتيك كوتيديان دو كمال إي سوبيغيور أ سي بوزوان إنرجيتيك كوتيديان ريكوموندي. يعني راه أكثر من تيحصل على أكثر من داكشي اللي كيحتاج ديال يعني بالنسبة للإمداد الطاقي للأغذية المتناولة. نشوفو إكزيرسيس 2. لو طابلو سي دوسو ريبريزونت لا كونسونتراسيون دو سيغتان سوبستونس دون 3 نيفو دو لاباراي يورينير. قال لك بان هذا الجدول دونك يمثل التركيز ديال بعض المواد في ثلاثه المستويات مختلفه من الجهاز البولي. اذا عندنا هنايا لا كونسونطراسيون اون غرام بار لتر بالنسبه للو غليكوز بروتيد يوريا اسيد يوريك. وهنا عندنا لي نيفو دو لاباراي يورينير المستويات ديال الجهاز البولي. اذا داروا هذا القياس او نيفو دو لورتير يعني نيفو على مستوى الحليب ولا فين غينال ولا اختير غينال الوارد الوارد يعني الكلوي وشريان الكلوي. اذا كما كتشوفوا عطاونا القياسات ديال هاد المواد هادو اللي هو الماء غليكوز بروتيدات ولوغيل البوله والحمض البولي لاسيديوريك. دونك عطاونا القياس ديالهم في هاد المستويات الثلاث. كيستيون 1 اون سو بازون سور لو طابلو سي دي سي اي فو كونيسونس سيتي لي سوبستانس فيلتري اي روجيتي دون لورين. قال لك يعني اعتمادا على المعطيات الجدول المعارف ديالك سيت يعني حدد لينا شكون هما المواد اللي كيتم الترشيح ديالها والطرح ديالها في البول. فوالا. اذا هاد حنا كنعرفوا دائما بان لوغين يعني لا سورس ديال لوغين هي لو سون
هي لا فيلتراسيون دو سون يعني الترشيح ديالتم. هنا غادي نشوفوا بعدا شنو هما لي سوبستانس لي كانوا يعني لي كانوا في لو سون كي اريف باغ يعني لارتير اريف باغ لارتير رينال اللي كي يعني تيتنقل يعني بواسطه هذا الشريان الكلوي. اذا هذاك الدم اش كان فيه؟ كان فيه الماء، دونك لا كونسونطراسيون ديالو هي 920 غرام بار لتر. كان فيه كذلك غليكوز، كان فيه لي بروتيد او ليوري ولا سيدوريك. دونك هادو هما المكونات اللي كانوا. اذا هنايا اشنو عندنا؟ عندنا الدم، هذا الدم المكونات في الدم الخارج اللي غادي يخرج باغ لا فين رينال. اذا وهذا الشيء اللي كاين على مستوى ليختي راه هو البول. اذا باش نعرفوا شكون اللي ترشح وداز البول. اذا بالنسبه للماء كما كتشوفوا خارج كذلك كميه دخلت 920 خرجت 910، اذا كاين واحد الكميه اللي دازت. فوالا لا سميتو الانبوب البولي، الجوف ديال الانبوب البولي اذا خضعت للترشيح. وعندنا اذا ها واحد هو الماء. هنا بالنسبه للجلوكوز كما كتشوفوا دخلت 1 غرام بار لتر، وهنايا في البول صفر ما كاينش، وخرج نيت 1 غرام بار لتر. يعني هذا ما خدعش، هذا خضع للترشيح ولكن ما طرحش في البول. هو ترشح ولكن ما طرحش فيه، لان في البول هنا في ليوغتيغ لقينا الكونسونطراسيون ديالو صفر. البروتيد 70 70 دخلات 70 خرجات 70 من في الدم نيت، وما كاينش في البول. اذا حتى هو ما طرحش في البول، ني با روجتي دون لوغين. لاختيغ عفوا بالنسبه لوغي ولا سيدوريك دخلوا كانوا في الدم الداخل وما كاينش في الدم الخارج، وكاينين على مستوى ديال ليوغتيغ يعني كاينين في البول. اذا هاد الجوج هادو تم الترشيح ديالهم، وفي نفس الوقت تم الطرح ديالهم في البول لانه لقيناهم على مستوى ديال ليوغتيغ. اذا ثلاثه العناصر اللي عندنا كاين الماء وكاين لوغي ولا سيدوريك. لو لوغي اسيدوريك هادو كيترشحوا وكيطرحوا في البول. فوالا دو سيتي لي سيبستونس فيلتري اي ريابسوربي كومبليتمون. شكون هما؟ قال لك العناصر، حدد العناصر اللي تم الترشيح ديالها ولكن في نفس الوقت تم الامتصاص الامتصاص ديالها، يعني امتصاص كامل ديالها كلها، يعني تم الامتصاص ديالها على مستوى الانبوب البولي. اذا اللي هما فيلتري راه حددناهم، كاين لو كاين غليكوز. البروتيد بيان سور ما كيتمش الترشيح ديالو لانه جزيئه كبيره معقده، دونك هي الجزيئات الصغيره اللي كدوز يعني اترافير ديك لاغلوميرول. فوالا هنايا البروتيد لا لوغي لا سيدوريك، دونك هادو كاين. ولكن شكون هما اللي غياب صغبي؟ يعني خص يبقى التركيز ديالهم كامل، يعني يرجعوا بنفس الكميه بنفس التركيز يعني للدم. بالنسبه للماء دخلت 920 يلا 910 اللي غادرات، دونك هذا ماشي كومبليتمون. غلوكوز وي دونك كومبليتمون، حيت كنشوفو دخلت واحد خرجت واحد في الدم. ترشح غادي ترشح الغلوكوز لانه جزيئه يعني مبسطه صغيره غير معقده، وغادر بنفس التركيز يعني كومبليتمون غياب صغبي. بالنسبه للبروتيد هادو اصلا ما كيترشحوش. لوريو اسيدوريك هادو ما تمشي على الامتصاص ديالهم، ما كاينينش على مستوى الدم الخارج، لانه في لافين غينال هو 0 بالنسبه للكونسونطراسيون ديالهم. اذا فقط اش كنا كنلقاو هو الجلوكوز، هو اللي كومبليتمون غياب صغبي. 3 سيتي لي سوبستانس نون فيلتري، يعني غير لم يعني لم يتم ترشيحها، كي ريست دون السون كتبقى يعني في الدم. شكون اللي ما كيتمش الترشيح ديالو كيبقى في الدم؟ هو الا كان شي جزيئه كبيره وحيده اللي عندنا هنا جزيئه معقده ما غاديش تخضع للترشيح، هي اللي هي البروتيد. دونك بروتيد هذا هو الجواب، هو اللي يعني لا سوبستانس نون فيلتري كي ريست دون لو سون. بوتون كونسيديري لورين روجتي دون لورتير نورمال جوستيفي. قال لك واش يمكن لينا نعتبروا بان البول اللي كاين اللي كيطرح يعني اللي طرح على مستوى الحليب لورتير عادي، ونعلل الجواب ديالنا. بطبيعه الحال باش تقول عادي ام لا خصك تعرف امتى كنقولوا عادي امتى كنقولوا غير عادي. نورمال انورمال، اذا نورمال ملي ما كيكون فيه فقط غير الفضلات وما كيكونوش فيه يعني مواد
لي يقتياتي دي نيتريمو ما خصهمش يكونوا فيه. هنايا ملي كنرجعوا الجليكوز لي بروتيد هما هنايا هما دي نيتريمو يعني مواد لي هي يعني قتياتي نافع للجسم ما كاينينش. اش كنلقاو؟ كنلقاو غير الفائض ديال الماء وكنلقاو الفضلات لي غي ولا سيدوريك مع طبيعه الحال هذا غير جدول مبسط مع فضلات اخرى. اذا هذا البول هذا فهو يعني on peut le considérer normal. Oui, donc car il ne contient que des déchets, mais fait l'alphadalat et l'excès d'eau, يعني الفائض de الماء, sans nutriments, بلا مواد يعني قتياتية. Exercice 3, la figure ci-dessous montre quelques aspects d'échange avec le milieu extérieur. قال لك بان هاد الوثيقه اللي عندنا هنايا لينا نشوفوها دابا كتبين لينا بعض المظاهر ديال التبادلات مع الوسط يعني الخارجي. دونك هذه هي الوثيقه علاش كنتكلموا وعطاونا بعض العلاقه اللي كاينه يعني ما بين مختلف الاعضاء. دونك لي بومون رئتين لو كور القلب العضله لي غان دونك لو غان هنا الكليه ليستوما المعده الانتستان غال يعني المعي الدقيق فوالا. و يعني غادي نشوفوا شنو مطلوب منا بالنسبه لي كيستيون. ان نومي لي نيميرو دو سيت فيغور قال لك سمي يعني الارقام ديال هاد الوثيقه هادي. دونك الارقام اللي عندنا هنايا كاين 1 وكاين 2 هنايا. دونك بالنسبه ل 1 كيمثل لينا هاد لو فيسو سونغا هاد العرق الدموي اللي كيخرج الدم من القلب. طبيعه الحال اللي كيخرج العرق الدموي اللي كينقل الدم من القلب في اتجاه الاعضاء يعني هنايا راه غادي ماشي للرئتين ولكن غادي يعني للاعضاء الاخرى. اذا هو لا وقت هو الشريان الابهر. وبالنسبه لو دو كيجيب الدم للاعضاء وكيدخلو يعني الى القلب. اذا هذا كي هو لا فين كاف الوريد الاجوف. اذا رقم 1 لا وقت 2 لا فين كاف دو سيتي لي شانجمون كو سوبي لو سون لور دو لور باساج بار لي زورغان ا بي سي اي دي. قال لك يعني حدد اشنو هما يعني التغيرات اللي غادي يخضع عليها الدم من عند مروره بالاعضاء التاليه يعني بالعضو ا. دونك ا يعني لانتيستان غريل او بي اللي هو البومون او سي اللي هو الكليه او دي اللي هو العضله. اذا غادي نشوفوا بالنسبه ل ا دونك ا لانتيستان غريل. اذا ملي كيمر المعي الدقيق لو ملي كيمر الدم للمعي الدقيق فكنعرفوا بان على مستوى المعي الدقيق يعني كاينه دائره الامتصاص المعوي لابسوربسيون انتستينال دونك كي بيرمي او سون دو سون ريشي اون نوتريمون يعني كيتزود بمواد تلقيت. دونك هذا بالنسبه ل ا. بالنسبه ل بي او نيفو دي بومون دونك لو سون سون ريشي اون ديوكسيجين اي سو ديباراس دي ديوكسيد دو كربون يعني يغتنى بثنائي الاكسجين ويتخلص من ثنائي اكسيد الكربون. Donc, n'est-ce le B, le sang s'enrichit en dioxygène et se débarrasse d'oxyde de carbone. N'est-ce pas le C, le kilia, donc dem, à la moustawa le kilia, qui m'achevena, un f'dus, un nao, qui m'kritralasmen, le fadalat, donc se débarrasse des déchets. Donc, le sang se débarrasse des déchets. Et au niveau du D, donc, à la moustawa l'adala, carotouini. Donc, kanchoufou, ben nao, dem, yani, qui zouwed. يعني كاين المرور ديال الاو 2 للخلايا ديال العضله وفي نفس الوقت يعني ان الدم كيتزود كذلك يعني بلو سي او 2 الناتج عن نشاط الخلايا يعني لاكتيفيتي لا ريسبيراسيون سيلولير. دونك لو سون سو ديبورفي دو ديوكسيجين اي سون ريشي اون ديوكسيد دو كربون فوالا. دونك كيتزود كيفتقر لتوني الاكسجين لانه كيمشي للخلايا وكيتزو يعني يغتنى بتوني اكسيد الكربون الناتج عن نشاط هذه الخلايا. دو سيتي لي ستركتور ريسبونسابل دي ايشانج انتر لو ميليو اكستيريور اي لو سون او نيفو دي زورغان ا بي اي سي. دونك قال لك يعني نحددوا شكون هما البنيات المسؤوله عن التبادلات ما بين يعني الوسط الخارجي والدم على مستوى الاعضاء ا بي اي سي. دونك في ا هو الانتستان غريل. دونك شكون هي البنيه مسؤوله عن هذه التبادلات؟ طبيعه الحال على مستوى المعده الدقيق استعقل عليها اللي هي الخلايا
يعني هي الخمالات عفوا المجهريه لي فيلوزيتي انتستينال دونك او نيفو لانتستان غريل. بالنسبه للبي هما لي زارفيول بيلمونير الاسناخ الرئويه هي اللي كتمكننا من حدوث تبادلات. وبالنسبه للسي دونك هو لي تيوب اورينير الانبوب البولي دونك هادو هما لي ستركتور ريسبونسابل دو سي زيشونج. دونك الى هنا ينتهي تصحيح هذا النموذج. اشكركم على انتباهكم والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.